بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الحكومة المحترم، يعتبر الشغل من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه المدخل الأساسي لباقي الحقوق بالنظر للأهمية البالغة التي يكتسيها مجال التشغيل وحساسيته وانعكاسه المباشر على حياة المواطنين ومستواهم المعيشي ووضعهم الإنسانية، فهو أساس الحياة الكريمة. لكن السياسات الاقتصادية والاستثمارية ببلادنا ظلت غير قادرة على خلق فرص شغل عمل لأعداد متزايدة من الباحثين عن فرص شغل، وضع تعمق نتيجة تداعيات الأزمة الوبائية وارتباط الوضع الاقتصادي بالتساقطات المطرية واللا يقين في معدلات النمو المبرمجة، ناهيك عن تصاعد حدة الأزمة الاجتماعية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية ومعدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى ما يقارب 18% بالمجال الحضري. إن إشكالية التشغيل ببلادنا تعود لأسباب بنيوية مرتبطة بطبيعة النسيج الاقتصادي وبالاختيارات والتوجهات الاستراتيجية السائدة منذ عقود، وضعف ملائمة السياسات والتحولات الحاصلة ومرتقبة والمتصلة بالانتقال الطاقي والتكنولوجي والبيئي، بالإضافة إلى عدم ملائمة الاستراتيجيات الاستثمارية لمخرجات التعليم والتدريب والتكوين الاندماجي واكتفاء القطاع الخاص بدور مستفيد من الطلب العمومي. فرغم الحجم المهم للاستثمار ببلادنا والذي يشكل الاستثمار العمومي الجزء الأكبر منه، يظل السؤال المطروح حول آثار هذا المجهود العمومي على معيش المواطنين ومساهمته في الحد من الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، حيث أن يعد التشغيل إحدى أهم المرتكزات لتحقيق ذلك، إلى أن نسبة خلق فرص العمل تبقى ضعيفة جداً بالمقارنة مع العدد الهائل للوافدين على سوق الشغل، أكثر من 3500 ألف سنوياً. كنموذج على ذلك، نذكر أن 46 مشروع استثماري صادقت عليه لجنة الاستثمارات في اجتماعها الخامس في ظل الحكومة الحالية يتوقع أن تحدث فقط 5400 فرصة عمل، بالإضافة إلى أن أغلب مناصب الشغل التي يتم إحداثها لا تتوفر فيها شروط العمل اللائق. جواباً على هذا الوضع الإشكالي، أعلنت الحكومة عن إطلاق برامج أوراش وفرصة، والتي تبدو لنا أنها محكومة بمنطق الاستهداف الكمي لإعادة انتشار الهشاشة والحرمان والفقر المقنع وعدم احترام الحق في العمل اللائق للجميع، وهي في تقديرنا توصيف دقيق للعجز في إبداع وإنتاج برامج في أفق التحول والانتقال العادل إلى اقتصاد متنوع عمومي خاص وتضامني وبيئي يحقق التنمية المستدامة التي محورها الإنسان والضامن الحق في العمل اللائق. لذا ندعوكم في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أولاً إطلاق برنامج وطني للتدريب والتكوين الاندماجي لإخراج الشباب من منطق الإعالة والمقاربة الإحسانية والهشاشة الشغلية إلى منطق الحق في العمل والحق في خلق المبادرة الإنتاجية، في إطار تفعيل الانتقال إلى مهن التحول الطاقي والتكنولوجي والبيئي والمائي المسنود ببرامج كبيرة في الاستثمار العمومي أو المختلط. ثانياً، تطوير الاختيارات الاستراتيجية للتنمية المستدامة من خلال الاستثمار العمومي والخاص، وتعزيز ارتباطها بمنظومة التدريب والتكوين الاندماجي. ثالثاً، دعم الشباب الباحثين عن العمل من خلال تخصيص منحة لهذا الغرض وتفعيل آليات مواكبتهم وتأطيرهم. رابعاً، ربط الاستثمار العمومي وجميع أشكال الدعم العمومي والصفقات العمومية باحترام القوانين الاجتماعية. شكراً سيد رئيس. شكراً سيد مستشار، استسمح. شكراً.